خليني ابدا معاك بالمنتخب، رايك ايه في منتخب الاولمبي في بطوله امم افريقيا في المغرب، ورايك ايه في منتخب مصر مع فيتوريا، ومتوقع له ايه؟ هل ممكن نصعد كاس عالم مع فيتوريا؟ وعندنا طبعا قبل التصفيات دي عندنا كاس امم في كوديفوار في شهر يناير القادم. هبدا طبعا بالمنتخب الاولمبي، يعني بنبارك لهم طبعا على التاهل للاولمبياد، انجاز كويس للكره المصريه، لكن كنا نتمنى طبعا ناخد البطوله. فرقه المغرب كانت فرقه باين ان هم عندهم خبره اكبر من لاعبتنا، عندهم لعيبه محترفين اكتر. اعتقد ان في لعيبه ظهرت بمستوى كويس في المنتخب الاولمبي. ابراهيم عادل، خلي بالك كريم، ان ابراهيم عادل من قبل البطوله، يعني مثلا من 6 شهور انا اتسالت عليه وانا في هناك، لان المدير الرياضي اللي كان في نادي الجزيره في الامارات هو راح نورتشلاند هو بقى المدير الرياضي هناك، فكان كلمني وكان اتكلم على ابراهيم عادل وعلى على محمد رضا بوبو، ده اللي كانوا بيسألوا عليهم، ونادي كمان تاني في الدنمارك برضو كان انترست في الاثنين. بس انا جالي حتى مسج النهارده على ابراهيم عادل انه طالبين فلوس كتير، قال لي كده بيراميدز طالب 5 مليون دولار. هو قال لي ده كتير جدا، مش قال لي مش هقدر يعني. بس انا سامع ان جاله عروض، يعني امبارح كان في تقارير انجليزيه، انا في حوالي 8 أو 9 انديه انجليزيه مهتمين على رأسهم تشيلسي. هو انا اكتر يعني اكتر حاجه لما ببقى واثق فيها في المصادر الصحفيه بتبقى من رومانو طبعا، عشان انت عارف هو اللي بيجيب، فكان قايل ان هو جاي له من الدنمارك، وجاي له من اندرلخت البلجيكي، فده اللي بحس ان هو يمكن بجد حقيقي. نتمنى طبعا ان هو ياخد الخطوه دي، او نادي بيراميدز يسهل له الخطوه دي. طيب نيجي بقى المنتخب الاول. اعتقد ان فيتوريا عامل خطوات كويسه مع منتخب مصر. اللعيبه مبسوطه وحاسين بان هم بيتطوروا معاه، ودي حاجه مهمه جدا ان المدرب يبقى مقنع للعيبته. ودي حاجه صعبه جدا في المدرب الاجنبي، يعني لما يجي سبيشال، ان دلوقتي اللعيبه بقت اغلبهم عندنا، في لعيبه كتير جدا محترفين، في نجوم كبار يعني بيلعبوا في الدوريات الكبيره، فان مدرب اجنبي يجي يبقى مقنع مثلا لصلاح ولا تريزيجيه ولا حتى للعيبه اللي في الدوري المصري زي زيزو زي السوليه زي الشناوي، اللعيبه كلهم حاسين ان فيتوريا عمل معاهم شكل كويس، بيطورهم، عنده علاقه كويسه جدا مع اللعيبه، ودي برده هتدي له ادفانتج في شغله، بلس انه نتائجه باين ان هو عامل شغل كويس مع المنتخب. اعتقد ان يعني ان شاء الله يعني يبقى موفق. وخلي بالك انه النقطه اللي انا شايفها ان هي مدياله قوه كبيره جدا هي عقده. وده اللي عمله كابتن حازم امام، انه طبعا كان مصر على انه يتعمل العقد لمده 4 سنين. خلي بالك لما يبقى في استقرار بيبقى بيدي للمدرب زي المشروع، يعني زي ما بنقول دايما مشروع، عندي بروجكت، ودي يمكن ما حصلتش بقالنا كتير جدا في مصر، انه يبقى في استقرار كونتراكت باللونج تيرم، يعني بالمنظر ده مدى طويل. طيب الاهلي والزمالك بكره شايف ايه؟ الاهلي والزمالك، حتى والاهلي بطل الدوري، مباراه هتلاقيها بطوله ثانيه او بطوله خاصه. الاهلي عايز يكمل الانجازات اللي حققها السنه دي ويفرح جمهوره تاني ويكمل على نفس المستوى، عشان ما يبوظش الفرحه بالدوري وافريقيا بالدوري. وعلى النقيض طبعا نادي الزمالك محتاج جدا المباراه، محتاج جدا ان هو يكسب، محتاج ان هو يرد بان هو بيكسب بطل افريقيا. وخلي بالك كمان احنا في خناقه دلوقتي بتاعت امام عاشور، فشويه في خلصت خلاص النهارده الاهلي خلص، هي يعني خلصت. كابتن محمود الخطيب النهارده قالوا لي ان امير توفيق اتفقوا مع نادي ميتلاند الدنماركي 3 مليون دولار خلاص، والتوقيع يعني النادي وافق في الدنمارك، وخلاص امام خلال ساعات رسميا لاعب في النادي الاهلي. يعني طبعا صفقه قويه للنادي الاهلي. نتمنى طبعا انه هو لو يعني يبقى
يستمر على مستواه مع منتخب عشان المنتخب مصري يعني. طيب.